نسألك العفو والعافية والشكر على العافية والغناء عن الناس وحسن الختام يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ضيف اليوم كان شيخ شيوخ الديار المصرية، وكان رمزاً من رموز الأزهر الشريف في الكفاح ضد الاحتلال البريطاني، كذلك لقيمته الكبيرة في المجتمع وفي الأزهر الشريف. وقتها كان أحد أعضاء اللجنة التي وضعت دستور 1923، هو الشيخ محمد بخيت المطيعي، أحد المجددين في مصر، أرض المجددين. تمثل المحور لمشروع التجديد عند الإمام محمد بخيت المطيعي في إبرازه لوحدة المفكرين والعلماء في التراث، ببيان أن أغلب ما هنالك من خلاف خلاف لفظي، كما تمثل أيضا في الاختيار الفقهي، وتمثل كذلك في قراءة الكتابين، كتاب الله المسطور وكتاب الله المنظور، الوحي والكون، وتمثل كذلك في المشاركات السياسية التي شارك فيها كلجنة 30 لوضع دستور 23. رحم الله الإمام محمد بخيت المطيعي رحمة واسعة. فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور علي جمعة، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أهلا بكم مولانا. اليوم نتحدث عن فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي، وهو شيخ أشياخ الديار المصرية، وتعلمت من فضيلتك أشياخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا. في بعض الكلمات يبقى لها جموع كثيرة، وقد يكون هناك جمع وجمع الجمع، ففي بعض الأشياء فعلا بتبقى كده، وأشياخ لها شيخ لها جموع كثيرة، منها أشياخ ومنها مشيخة ومنها شيوخ ومنها مشايخ، فكل ده وتطلق على كبير السن وتطلق على زعيم القبيلة وتطلق على المتقدم والمتصدر للأمر، ولها معاني كثيرة في لغة العرب. فاستعمل أي ما تستعمل، أشياخ ومشايخ كلها حلوة كويس. بارك الله فيكم سيدنا. سيدنا الشيخ محمد بخيت المطيعي تولى الإفتاء سنة 14 إلى سنة 20. المفروض أن يكون 20 ده هو عنده 65 سنة مثلاً، وهو مات سنة 35، يعني بعد 15 سنة من هذا، يعني كأنه عنده مثلا نقول 80 سنة، لكن في الحقيقة هم اختلفوا في ميلاده اختلاف كبير. كان سيدنا الشيخ صالح الجعفري يقول والله الراجل ده كان عاش 103 سنة، يعني عدى 100 فهو من المعمرين. لو كان كذلك يبقى معنى كده أنه سنة 35 كان عنده 103 سنة أو 100 سنة، يبقى مولود سنة 45، 1845. بعضهم قال أنه من تلامذة الإمام البجوري، الإمام البجوري ميت 1852،
فكيف هذا يعني لو كان من تلامذة الباجوري يبقى فعلا كان عنده 100 سنة. لكن على كل حال يعني لا نعرف متى ولد على سبيل اليقين، إلا أنه تصدر للقضاء وتصدر لقضاء الأسكندرية، وهذا كان طبعا منصب عالي جدا، ثم بعد ذلك مفتيا للديار المصرية. كانت تأتي الفتوى فلا تمكس عنده سوى يومين، تيجي النهاردة تتجاوب عليها بعد بكرة، محررة مدللة بكل كده. وكانت الفتاوى تأتيه من كل العالم الإسلامي ويفتي فيها. وكان دراسته في الأول في الأزهر كان على مذهب المالكي، وحفظ مختصر خليل، وهو مختصر يعني جمع فأوعى كما قالوا، ومختصر فيه شيء من الصعوبة لكنه كان حافظه. وبعدين بيتداول مع أحد زمايله بيقول له أنت عايز تطلع إيش بخيت؟ قال له أنا عايز أطلع قاضي. تطلع قاضي بس ده القضاء حنفية مش مالكية، وكان طبعا المذهب الحنفي هو مذهب الدولة العثمانية حينئذ ومذهب مصر، وهو المذهب المعتمد الذي يرجع إليه القاضي إذا ما لم يجد نصا في القانون، وحتى الآن هكذا. فقال له أنا عايز أطلع قاضي. قال له لا، القضاء ده حنفي. قال له خلاص ندرس الحنفي. وتحول من المالكية الذي هو يحفظ كتبها إلى الحنفي، ودرس على الشيخ البحراوي، ودرس على الشيخ محمد راضي، ودرس على مجموعة من الأئمة الكبار اللي هم بنعتبرهم تلامذة الإمام الباجوري اللي هو نهاية المحققين. إلا أنه كان واسع الاطلاع، بالإضافة إلى الذكاء واسع الاطلاع وواسع التعلم. كان يحضر على الشيخ محمد راضي في مراقي الفلاح. مراقي الفلاح ده كتاب في الحنفية بيعالج الصلاة والصوم والحج وبتاع العبادات، فيحضر لمحمد راضي، وبعدين يقوم يروح للشيخ البحراوي يقرأ مراقي الفلاح. فواحد بيقول يا سيدنا الشيخ انت هنا بتحضر مراقي الفلاح وبعدين بتعيد مرة تانية. قال له كل المذاق يعني فيه يعني بيتذوق الطريقة بتاعت التدريس، واحد بيفك العبارة وبيتعمق فيها وبيبين فروعها وأحكامها، والتاني بيشوف الدليل وبيبحث فيه وبيبين جهة الدلالة، فكل واحد ليه مذاقه، فأنا لازم أخد ده وأخد ده. إذن هذا صاحب همة عالية. والشيخ محمد بخيت المطيعي لما تولى الإفتاء في 6 سنوات دي يعني ترك كما هائلا، ثم أكمل في بيته من سنة 20 لسنة 35 وهو يفتي من بيته، يكتب في مجلة كانت اسمها مجلة الإرشاد، ويكتب من بيته ويرسل على حسابه الفتاوى إلى تونس، إلى المغرب، إلى الجزائر، إلى السودان، إلى ماليزيا، إلى كذا. كانت فتاوى من كل بقاع العالم الإسلامي، كل بقاع العالم كانت تسأله، وكان يجيب في خلال 48 ساعة، ومحررة منقحة فيها كل حاجة. المشروع الذي جاء به كان مشروع له موقف قوي من التراث. الموقف ده قرأ التراث بعيد العصر، وأتى لنا بفكرة موجودة لكن أحياها وطبقها أثناء شرحه لشرح الأسنوي على منهاج الأصول للبيضاوي في سيدنا الحسين. كان يقعد في سيدنا الحسين تملي ويقرأ ما هو حاشية على منهاج البيضاوي في الأصول. إيه الفكرة الغريبة العجيبة دي؟ أن أغلب الخلاف
الوارد لفظي، وأن الجميع بيقولوا حاجة واحدة، ويقعد بقى يفسر لك كيف أن العبارة دي وانت فاكرها إنها مخالفة للعبارة دي إنهم الاتنين واحد، والاتنين بيؤدوا إلى معنى واحد. لما انبهر الناس بهذا التكييف جمعوا دروسه في سيدنا الحسين وطبعوها في 4 مجلدات حاشية على الأسنوي. لما تقراها تطلع بحتة الخلاف لفظي، وده معناته إيه؟ معناته إن الناس دي بتفكر بمنهج واحد، وبتفكر بطريقة واحدة، ولها غاية واحدة، لكن قد تختلف العبارة في أداء ذات نفس المعنى عند كل. لما بندخل في حكاية الخلاف اللفظي بيطمئن القلب إلى إنه المسألة مش اللي هو عايز يقول ما شاء يقول ما شاء، لا، دي المسألة مضبوطة بقواعد فكرية للتفكير المستقيم، وقواعد تتغير العدل وتتغير الحقيقة وتتغير أن يعيش الإنسان في هناء وفي سعادة. عظيم، جهد بشري، الحياة عظيم مولانا. ولكن خليني لازم أسأل حضرتك على هذا المجتهد الكبير والعلامة الشيخ محمد بخيت المطير بعد الفاصل إن شاء الله، على ظروف عصره. يعني كان كل الشخصيات اللي تحدثنا عليها في السابق كانت بتشتبك مع قضايا عصرها، فإلى أي مدى أيضا اشتبك الشيخ المطيعي مع قضايا هذه الفترة اللي عاش فيها؟ أرجو حضرتك بعد الفاصل، أرجوكم خليكم معنا. قرية المقيعة بأسيوط، والتي أصبحت فيما بعد المطيعة على اسم شيخنا الجليل محمد بخيت المطيعي، والذي ولد بها عالمنا الجليل ليحجز مكانه الفريد بين العلماء والأئمة على مدار التاريخ. تقع قرية المطيعة على بعد دقائق من مدينة أسيوط، هذه المدينة التي تضم شعباً طيباً بشوشاً. ومن قرية المطيعة في محافظة أسيوط عاصمة صعيد مصر إلى القاهرة العامرة، حيث الأزهر الشريف، قلعة العلم والعلماء، ومحراب الشيوخ، تلقى المطيع العلوم المختلفة ليروي بها عطش روحه للمعرفة على مدار سنوات عدة، ليخرج منه حاصلاً على الشهادة العالمية، فيصبح فيما بعد واحداً من أهم من أسهموا في تجديد الخطاب الديني. رحلة المطيع العلمية لم تتوقف بعد، فكان لعروس البحر الأبيض المتوسط مدينة الإسكندرية نصيباً من علمه، حيث عاش بها فترة ليست بالقصيرة، فعمل بالعديد من المناصب العليا هناك لينقل علمه لتلاميذ جدد، وفي أرض خصبة كانت تعج بالعلم والعلماء على مدار تاريخها، ولتظل سيرته ممتدة وخالدة بكتب التاريخ وعقول محبيه. برحب بفضيلة العلامة الأستاذ الدكتور علي جمعة، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بكم. أهلا بكم. لسه الحديث مستمر حول فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي، وأرجو حضرتك لو تحدثنا على دوره الوطني زي عدد من العلماء الحياة اللي كانوا في نفس الفترة في مقاومة الاحتلال البريطاني والدفاع عن حقوق مصر، إلى جانب الجزء التجديدي في المشروع الفكري والتجديدي له، هل هناك مشاريع أخرى وطنية؟ الشيخ محمد بخيت المطيعي، هقول لحضرتك عدة نقاط، بعضها علمي وبعضها وطني وبعضها سياسي وبعضها، لأنه الرجل يعني إيه كان موسوعيا، وكان يدرس الشفة ده في الفلسفة وفي الكونيات وكذا إلى آخره، عامل زي الأرجانون العظيم بتاع أرسطو، وكان يدرس الأصول، وكان يدرس كمان الفقه، وهو
يحفظ الملكية والحنفية. فحاجة موسوعية ضخمة جدا. لكن هقف عند عدة فكرة الكتابين، كتاب الله المنظور وكتاب الله المستور، مارسها في توفيق الرحمن وهو كتاب مهم كانوا أهل مكة يدرسونه، أنه كل ما ورد في العلوم الحديثة التي وصلت إلى بعض الحقائق لا تتعارض مع القرآن، لأن هذا الكون من خلق الله وهذا القرآن من عند الله، هذا من عالم الخلق وهذا من عالم الأمر. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ، يبقى في قراءتين، وربك الأكرم الذي علم بالقلم اللي هو الوحي، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فالشيخ بخيت كان سابقا لعصره لمدة طويلة في قضية التوفيق بين ما وصل إليه العلم وبين آيات كتاب الرحمن، فتوفيق الرحمن بين العلم وآيات القرآن كان نقلة نوعية كبيرة في مشروعه الحضاري، وما زال إلى الآن مرجع في هذا المجال. ما فيش أي نزاع بين الدين والعلم أصلاً، هوش موجود أصلاً، مش إن هو موجود وهنفكه، هو ما فيش أصلاً موجود. ولما سئل، سألوا الشيخ أحمد بن الصديق عن حكم الصورة الفوتوغرافية، دي الصورة الفوتوغرافية التصوير الفوتوغرافي، التصوير لما جت 1821 دخلت ومحمد علي له صورة في المجلس بتاعه، قالوا له هي الصورة دي حلال ولا حرام؟ فألف كتابا أسماء الجواب الشافي في إباحة التصوير الفوتوغرافي. ألف لها كتاب يا مولانا؟ ألف لها كتاب وقال ده احتباس ظل، لأنه كان الناس صورة يعني تمثال معبود، يعني بيخلطوا ما بين فوتوغرافي وما بين التمثال المعبود، ففهمهم أنه إزاي ده ممنوع لعبادته وكذا وده كذا كذا آخره. الشيخ بخيت رحمه الله تعالى كان له موقف وطني مع لجنة ميلنر. لما حصل ثورة 19 الشيخ بخيت عنده بتاع يمكن 50 سنة ساعتها، فهو من الأسس. لما حصل 19 هو مفتي، ما هو ساب الإفتاء 20، ففي 19 والدنيا مولعة كان لسه في منصب الإفتاء، كان في الإفتاء فأفتى فتوى بمقاطعة الإنجليز والبضائع الإنجليزية وكل البتاع، فهناك اتفزعوا من الفتوى دي. فجه منلر وعايز يقابله، قال له ما بقابلش حد. حاول ان هو يروح لدار الإفتاء، ودار الإفتاء حينئذ كانت في الرواق العباسي في الأزهر، فمعرفش يقابله. فراح له البيت، وهو عارف طبعا حكاية ان واحد يجي لي البيت دي عندنا يعني ما ينفعش اطرده ولا كذا الى اخره. الشيخ كان ساكن في المطرية، فلما راح له البيت استقبله ماشي، وابتدى يجري حوار بينه وبين منظر في هو الانجليز قاعدين هنا ليه؟ يا اخي ما تاخدوا بعضكم وتمشوا. قال له اصله بريطانيا بلد عريقة ولا يستطيع أحد إن هو يعني يخدش لها كلام. قالوا بلد عريقة، أمال مصر إيه؟ مصر أعرق منكم بآلاف السنين، وأنت فاكر مصر أنت بتتكلم عن إيه؟ فابتدى من يتعصب، واخد بالك؟ وقال له أصله بفرض الحماية، ما هي ثورة 19 بدأت من حكاية فرض الحماية دي. قال له أنت ترضى أن فرنسا تيجي هنا عشان تفرض الحماية؟ أنت مالك؟ أنت بتتدخل فيما لا يعنيك ليه؟ المصريين يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم، فلو سمحت خد بعضك وامشي، توكلوا على الله وسيبوا البلد دي لأهلها. توكلوا على الله وسيبوا البلد دي لأهلها. وفضل هذا الجدال، والجدال ده وصل إلى سعد باشا، ولما وصل إلى سعد باشا بعت له برقية إنه
يعني يسلم فمك حاجة زي كده يعني. يعني انت مفتي العالم كله لأنك انت وقفت هذا الموقف الوطني الجريء الذي رفض لجنة ميلر ورفض أن يغير فتوى ورفض حتى التعاون معها ورد الردود التي يقولها كل مخلص وطني في هذا الموقف. دروس في الوطنية الحقيقة مولانا في خلال الحلقات اللي فاتت لأئمة الأزهر وعلمائه، دروس الحقيقة في الوطنية وفي حب الوطن. يضيف إليها بقى وهو في سنة 23 بعد ما خرج من الإفتاء حضور لجنة الثلاثين بتاعة الدستور. ولما تيجي الحمد لله عندنا الكتب التي فيها المداولات التي حصلت في اللجنة من أجل الوصول إلى الصياغات الدستورية بتاع دستور 23 والذي ما زال إلى الآن المرجع بتاعنا اللي هو دستور 23، والذي أبدعوا فيه من أن مصر دولة مدنية، ومدنية لا تعني علمانية ولا تعني أنها دولة دينية، بل هي دولة مدنية. الدولة المدنية لها سقف، السقف هذا هو المبادئ الشريعة الإسلامية التي يتفق عليها المسلم وغير المسلم، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ الدين، حفظ كرامة الإنسان وعرضه، حفظ المال اللي هي بنسميها المقاصد العليا للشريعة. كان مع مندوب أرسله الأزهر لكن هم خدوها من الشخصيات العامة، يعني هو لما راح ما كانش مندوبا عن الأزهر، هو راح اللجنة باعتباره أنه من الشخصيات العامة التي يلجأ إليها في هذا الحال. كان بعد ما ترك الإفتاء بثلاث سنين. وكان حاضر فيها مندوب من الأزهر، وكان حاضر فيها حخام من اليهود، وكان حاضر فيها مندوب عن الأقباط في مصر وهكذا. فهي لجنة كانت لجنة وطنية بمعنى الكلمة. أنا شاكر لحضرتك يعني هذا الشرح في سيرة فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيع، شكرا جزيلا مولانا. شكرا لك. كل الشكر لحضرتك وشكر موصول لحضرتك. إلى اللقاء. من السلوكيات الخاطئة الرشوة في العمل بحجة مواجهة أعباء الحياة، وهذا سلوك حرام يجب عليك أن تقلع عنه وأن تتنزه عنه، سواء أكان في العمل أو في غير العمل. ولا يجوز للموظف أن يحصل على رشوة بحجة مواجهة أعباء الحياة، فإن هذا سحت غير مقبول. ولا يجوز أن يتبجح بأن الرواتب قليلة، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعفاف بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. هذا عقد عمل بينك وبين من تعمل عنده، فيجب عليك أن تحترم هذا العقد وأن توفي به. افعل هذا لوجه الله. اللهم بارك في أولادي وفي أحفادي وفي أهلي، وقهم السوء وارزقهم من حيث لا يحتسبون. اهدهم في من هديت، وعافهم في من عافيت، وتولهم في من توليت، وأنبتهم النبات الصالح الذي يرضيك عنهم.